جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما رأيكم بقول شخص إذا رأى شيئا رأيت كذا صدفة، أو بالصدفة فعلت كذا؟ لا ينبغي التعبير هذا بالصدفة، لأن ما هنا شيء صدفة، كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء مقدر. لكن هو لا يقصد هذا، الغالب أنه ما يقصد أن هذا الشيء ما قدر. إن كان يقصد هذا فهذا كفر، أما إن كان ما يقصد هذا وإنما قصده أنه ما رآه وهو لم يكن على توقع أنه سيراه، صدفة بالنسبة له هو، ما هو صدفة بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما هو صدفة بالنسبة له هو، لأنه ما كان في ظنه أنه يلقاه أو أنه يراه. فهذا لا بأس، لا يصل إلى حد إنكار القدر، ولكن ترك التعبير به أحسن. نعم.